عندنا هذا اليوم مع المنظمة الدولية ديال التغذية أي لا إف أو، هي اتفاقية مهمة اللي كتجي تعزز المجهودات اللي قامت بها الوزارة في استراتيجية ألوتيس باش تنظم قطاع الصيد التقليدي في المغرب. اليوم الحمد لله الصيد التقليدي في المغرب عنده الضمان الاجتماعي أي سن اس اس، عنده أيضا التأمين على الصعيد الوطني. وفي استراتيجية أليوتيس بنينا لي فيلاج دو بيش و لي بوان دو ديباركومون أميناجي، وهاد الاتفاقية اليوم كتجي باش تعزز المجهودات اللي قامت بها الوزارة باش يمكن الصيد التقليدي يتمن المنتوج ديالو ويمكن له يرفع بالمردودية ديال المعيش ديالهم ويمكن لهم يصدروا المنتوجات ديالهم. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.